يا لهوي زي ما انت زي ما انت حرام عليك عليك يا غريب انا عندي حمى حتى جسني ده مفرهد يا غريب وطول الليل يخرف باسمك معرفش ليه ايه رايك في الكلام اللي بتقوله مراتك ده دي وليه بتخرف انا مليش دخل باللي حصل مين اللي وزكوا عليا ما تودينيش في ده يا الله يسترك طب قوم معايا قوم هموت منك في الشارع وماله يا خفيف يبقى قضاء وقدر حرام عليك يا غريب سيب جوزي ده عيان مش حرام عليهم اللي عملوا فيا فيك حاجات كتير بس حظك حلو ابنك هو اللي رحمك من ايدي اسمع انت هتيجي معايا القسم وهتقول كل اللي حصل فاهم يالا هاجي معاك ان شاء الله موت طب يلا وقبل ما نمشي انا عايز اقول لك حاجه واحده بس مفيش راجل بيضرب من الظهر والراجل اللي بجد محدش يشتريه علشان يضرب اخوه قدامي غريب 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 انت رحت فين يا غريب ومين الواد اللي معاك ده كالاباندا اللي ضربني من ورا ظهري يا باشا انت اللي ضربته يالا مش لوحدي يا باشا مين كان معاك؟ المحمدي وبلبش والواد كوتكوت شفت يا حاج بقى ان رجالتك ممكن تعمل كده؟ رجالتك دول صيع وبلطجية يا حاج طب سلام عليكم بقى انا يا دوب الحق العشاء سلام عليكم خد الواد ده وارميه في الحجز يا باشا بوس ايدك انا عيان وعندي حمى يلا يلا ما هو اصل الحاج سليمان بيتصرف بعشا ابن حمدي بيه وبصفته رئيس لجنه الحد من الجريمه الحد من الجريمه بس الجريمه خلاص وقعت يا استاذ واي تصرف دلوقتي بعشم ولا عرفي ما ينفعش القانون لازم ياخد مجراه الحمد لله على سلامتك يا الله يسلمك يا اما بركه ان انت بخير تتقطع الايد اللي اذيتك قولي مين اللي خطفك ما حدش خطفني يا اما انا اللي خطفت رجلي لغايه جحر التعبان اللي انت شفتيه ده رحت جبت وجيت قلت ايه منك له في المحضر كالاباندا فتن علينا يا متر حمدي بيه ما كنا عملنا صلح وخلصنا مصر برضو عن نيابه جرايه يا حاج احنا اللي هنقوله هنعيده ولا ايه انا امبارح قلت ان القانون هو اللي هياخد مجراه بالاذن ايه بس كده غريب ما تسال رجالتك يا حاج ضربوني ليه ومن الاخر كده انا مش هتنازل عن حقي وانا ما قلتلكش سيب حقك انا هرد لك اعتبارك الحكومه هي اللي هترد لي اعتباري وانا رحت فين يا غريب انا هجيب لك حقك لحد عندك يا عم انا مش عايز حق منك ولو سمحت يا حاج بقى سيبني في حالي يا عماد تحت امرك حمد بيه تروح تجيب لي وليد سليمان الحوت وسوزان سليمان الحوت امرك يا تعالي امضي يا نسا امضي على ايه؟ على اقوالك انا عاوزة بابا وانت يا حبيبي تعالي امضي انت كمان واقرا انت واختك المحضر قبل ما تمضوا عليه يلا عماد قوم رحمد يا باشا خد الانسة والاخ وحطهم فوق النبطشية ليه؟ احنا مش ماضينا نروح بقى انتوا متحولين للنيابة والنيابة هي اللي هتقرر اذا كنتوا تروحوا ولا تتحبسوا نيابة؟ ما فيه الحقن يا بابا عايزين يودونا النيابة نيابة ايه بس يا حمدي بيه اللي هيروحوها النيابة هي اللي هتقرر يا حاج اذا كانوا مذنبين ولا لا وما تقلقش انا مش هنزلهم التخشيبة هيقعدوا هنا في قطة النبطشية لا ما
ما يصحش يا حمدي بيه، ما يصحش. هم كانوا عملوا ايه عشان تعملوا فيهم كده؟ وايه اللي ما يصحش يا حاج؟ الصح هو اللي بيتعمل دلوقتي. العيال اعترفوا عليهم ان هم المحرضين. العيال كذابين، ولادي ما لهمش دعوه. انا عملت المحضر يا حاج وخدت اقوالهم وخلاص، الموضوع بقى ورق ضيق. ما تصرف يا استاذ، مش انت المحامي وانا موكلك منظره ولا ايه؟ حمدي بيه، العيال عندكم في الحجز تودوهم النيابه، تودوهم في 60 داهيه حتى، هم حرين، انما ولادي ما لهمش دعوه. اتصرف يا حمدي بيه. والله يا حاج ما قدامكش غير انك تشوف بقى المجني عليه، لكن انا ما اقدرش اعمل لك اي حاجه. خلاص انا هروح اجيبه، هبوس على راسه حتى. على غريب، يرضيك اخواتك يروحوا النيابه؟ يرضيك يتبهدلوا بالشكل ده؟ حقك عليا. خليك عندك. عملت فيك ايه هاني علشان تعملوا فيا ده كله؟ عملت فيك ايه يالا؟ ده انت شتمتيني قدام كل الناس واني ما ردتش عليكي، مش ده اللي حصل؟ اني اسفه. واني ما يهمنيش اسفك في حاجه، ولا يهمني اذا كنت تروحي النيابه ولا ما تروحيش. انا كل اللي يهمني حاجه واحده بس يا انسه، ازاي واحده متعلمه زيك وتعمل كده؟ حمدي بيه، لو ينفع يعني انا بتنازل عن حقي. معلش يا حاج، خد الانسه والاخ كده وسابونا برا شويه. حاضر يا باشا، فوتوا قدامي. يلا تعالى يا مقتنع ولا متردد؟ أنا حسيت إنك نفسك أعمل كده. الحقيقة البنت صعبت علي، وأنا كمان صعبت عليها قوي. صلح صلح إيه؟ أنا هوريك. ترمي نفسك هلا. ولا أنا مستنيك بره هلا. ولا عبده. بعدين معاك يا غريب، دول ضربوك، انا هاخد لك حقك. يا اخي انا اتنزلت عن حقي، تعال معايا. تعالى خد. بابا روحني من هنا يا بابا، حرام عليكم روحوني من هنا. خلاص ادي اعصابك بس، ادي اعصابك. ارجوك ارجوك انا عايز اروح. حاضر، اهدي اهدي، الموضوع خلص. هتلاقي ليمون يا ابني. هاي غريب، لسه متردد على الصلح ولا؟ يا باشا متردد ايه بس؟ ما الراجل متنازل قدامك اهو. لا يا حمدي بيه، انا ما دام قلت اني اتنازل عن المحضر يبقى مش هرجع في كلمتي تاني. بس يعني لو كان ممكن نروح الانسه وبعدين نبقى ناخد اجراءاتنا. لا، الانسه هتفضل موجوده لغايه لما نثبت الصلح في دفتر الاحوال. انت بقى ممكن تروح وتعدي عليا بالليل علشان اعيد المحضر. ماشي يا حمدي بيه، سلام عليكم. سلام. روح فين يا حبيبي؟ ايدي في ايدك لغايه الموضوع ما يخلص. ماشي يا حاج.